يا نهار أهلا وسهلا. أهلين يا فندم. شرفتوا. في كلمتين لازم تسمعوهم بحكم إنكم كبارية الشاغول والمايلين على أهالي. تفضلي أختي أم صابر، عم نسمعك. أختي أم سالم وجوزها وابنها راحوا غدر قدام عيونكم، ولحد هلا ما في رجال من أهل الشاغول حرك ساكن. بس أنتوا لازم تعرفوا إنه نحنا ما رح نسكت، رح ناخذ بالتار ونرجع الحق. ونحنا معكم أختي وما لنا ساكتين كمان. احكي لك كلمة بعضها. كملي أختي مصابير. أملاك أختي الله يرحمها بدها ترجع بدون نقصان، وأنتوا بتعرفوا إنه أملاك أبو سالم مسجلة باسم أختي الله يرحمها. هذا الحكي مو مقبول ابنه. وليش مو مقبول عمي؟ وحده الله يا شباب، وحده الله. كل شيء بالحل بالرواق. هذا اللي عندي يا أبو كامل، وكله بالدليل. ورقة التنازل موجودة، وطالما هيك صار الحكي نحنا ما رح نتنازل عنا كليك واحد. من شان هيك عم نحكي هذا الحكي قدام كبارية الشاغور، من شان ما حدا يلومنا على أي تصرف بنعمله في حال رجعت انفتحت هاي السيرة يا أبو كامل. طالما البينة موجودة ما عاد في داعي للكلام يا أبو كامل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كلين، كل أهالي الشاغور بيتحملوا مسؤولية الشيء اللي صار. بس كمان الكل بيعرف إن رجب والخدامة ورا هالشي اللي صار يا جماعة. ورجب مو ابن الحارة؟ وشامي ما كانت بالشاغور؟ شلون بيهربوا قدام عيونكم وانتوا موجودين؟ من شان هيك أنا حاطة الحق على كل اللي كانوا موجودين. نحنا من اليوم رح نتصرف. تار الغوالي غالي، غالي كتير يا كبارية الشاغور. ومن شان البيت عمي أبو جابر نحنا بدنا نشتريه، وهاي الكبارية بيشهدوا على البيعة. خلص عمي صابر مثل ما بدكم، وهاي الكبارية مجتمعين وكلهم بيعرفوا قديش أنا حطيت حقه. معناتها اتكلنا على الله ونحنا اشترينا.